السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى تكونوا بخير. نتوما تشوفوا هذا الفيديو، جبت لكم مملحه سهلين وبساط وبلا عجين بلا والو، كيكونوا يعني من اروع واسهل ما يمكن تحضروه. عندنا فيه البان دو مي كما تشوفوا، عندي فيه ثلاثه البيضات هنايا مضرباتهم، تقدروا ديروا اكثر على حسب الكميه اللي توجدوا. وعندي لا شابيو ولا الخبز مدقوق، هذا هو. وعندي السوسيس انا قسمته في الوسط، قسمته على زوج صايي، وفرمج تاع لي ساندويتش. هادو هما المكونات. غادي ناخذ هنا الباندومي، الا كان نتو شريتو هكا يعني ما فيهش دوك الجوانب من الاحسن، والا كان عندكم فيه دوك يعني الجناب تاع البوست ولا تاع الباندومي ضروري تقطعوهم وتخليوه هذاك الخبز اللي في الوسط، يعني ضروري تحيدو دوك الجناب، كيجي هكا نسرحو مزيان بالدلاك. وغادي ناخذ الفرماج ونديرو هنايا في الوسط، وندير في وسطو هذاك السوسيس، كيجي روعه في الحقيقه، كيجي زوينين بزاف، كيعجبو الكبار والصغار يجربوهم، وساهلين يعني ما تطلبش الوقت بزاف في الساعه كيتحضروا، يعني ما كتعجنوا ما والو. هنايا من بعد ما درتهم في الوسط غادي نديرهم هنايا في البيض على هذا الشكل، ضروري يعني كاع نغمسوه في البيض، ومن بعد غادي نديرو في داك لا شابور اللي غادي راه عندي في الطبسي نفندو فيها، راه ما كيتحل ما والو كيبقى هكاك. مون نوجدوهم كاملين، ومن بعد عاد غادي نقليوهم في الزيت. المهم هادي غادي نحضر معكم جوج وصفات اللي تقدروا، جوج وصفات تكون الوحده والحشوه ديالها اللي تقدروا تحضروهم، يعني ساهلين على هذا الشكل. كما حضرت معكم غادي ندير وحده اخرى هاكم تشوفوا معايا، غادي نسرحها عاود مزيان على هذا الشكل، ضروري تسرحوها مزيان بالدلاك حتى الحجم ديالها كيزيد. وتقدروا لو تقسموها ديروها على زوج، تقدروا ديروها على زوج، انا يعني درتها بالاخر باش حتى داك من الثقله ما كتخرجش ديك الحشوه تاع الفرماج ولا كتبقى لداخل. المهم نحتفظ به كامل يعني ما قسمتهاش. غادي ناخذو هكا نديروه في الوسط كما كتشوفوا معايا، الفيديو راه كيشرح كل شيء. ونفس الطريقه نديرو في وسط البيض، ومن بعد غادي نفندو داك الدقيق تاع الخبز وصايي. طريقة سهلة وبسيطة، غادي نفندو في الدقيق، ومن بعد غادي نحضر معكم يعني وصفة أخرى هي نفس البندومي، ولكن غادي ندير حشوة مختلفة على هذه، حتى هي حشوة سهلة وبسيطة كتوجد فيها الساع. كما كتشوفوا هنايا فندوه مزيان كل شيء، يعني ما نخليوش كاع حتى بلاصه خاويه، ضروري نفندوه على هذا الشكل صافي. وغادي نحطو ومهم حتى نكملو الكميه اللي بغينا. ودركا غادي نمر نحضر معكم يعني الحشوه الثانيه، عندي فيها الطون وعندي فيها الزيتون، وغادي نضيف الفرماج محكوك حتى هو اختياري، تقدروا تستغناو عليه ديروا الفرماج تاع الساندويتشات، كل واحد غادي يقطعهم هكا اجزاء صغيره. كما تعرفوا الزيتون كيتوالم بزاف مع الطون، قطعوا طريفات صغار ومن بعد غادي نجمعهم كاملين. ونديرهم في البان دو مي مع الفرماج المحكوك، تقدروا تضيفوا حتى الفرماج تاع الساندويتشات، كل واحد الاختيار ديالو. يعني حشوته هي سهله وما كتطلبش الطياب ولا سوى تقليوهم، وحتى الخبز يعني كما شفتوا يعني تسرحوه بالدلاك وراه عندكم موجود صايي. من بعد ما قطعهم كاملين عندي في الفرماج غابي فرماج محكوك، ونخلطهم كاملين، وغادي نعمروهم دوك على شكل مثلثات بحال لي بريك. غادي نوريكم الطريقه، غادي تشوفوا معايا في الفيديو
حتى هما كيجيو زوينين، وحتى الحشوه كتجي مختلفه في نفس الوقت كتجي زوينه بزاف. صافي من بعد ما قطعت هذا الزيتون غادي نجمع كل شيء ونديرهم في شي حاجه تكون كبيره باش نخلطهم مزيان، ونضيف لهم الفرماج المطبوخ الطريقه. صافي البنات من بعد ما شفتوا معايا الطريقه اللي حضرنا بهم الشكل الثاني والحشوه بحدها حتى هي مختلفه، هنا خديت الزيت ودرت هنا في الكاسرول ولا في المقله كل واحد من بعد ما حمات الزيت مزيان كنبداو نقليهم على هذا الشكل، نقصوا شويه النار باش داك الحشوه تاع الفرماج وكل شيء كيدوب لداخل وكيعطي واحد المذاق زوين. المهم نقابلهم حتى يتقلاو وعاد تشوفوا الشكل النهائي تاعهم.
كما كتشوفوا كيجيو على حسب على حسب هذا الشكل، هما كيتحلوا كيبقاو هكاك يعني، ما تخاف حتى شي حاجه، ما تحل ما والو، الحشوه ما تخرجش. ومن بعد ما طيبتهم هذا هو الشكل النهائي نتاعهم، طبق التقديم كما كتشوفوا معايا. هادو هما هنايا يعني الشكل الاول اللي حيت السيجار، الشكل الثاني اللي درتهم بحال البريوات هكا كيجيو رائعين يعني في الحقيقه، والمذاق كيجي مختلف جدا. نتمنى الوصفه تاع اليوم تعجبكم وتجربوها. كما كتشوفوا هنايا هذه اللي درنا فيهم داك السوس في الوسط كتجي زوينه والمذاق زوين مختلف. والاخرى اللي درنا فيها الحشوه تاع الطن حتى هي كتجي رائعه جدا في الحقيقه، وحتى المذاق كيجي زوين. ضروري تجربوهم وتذوقوهم، متاكده غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. كيجيو على هذا الشكل، كيجيو رائع في الحقيقه، والمذاق ما نقولكمش، ضروري تجربوهم وغادي يعجبكم متاكده. يعني وصفه سهله وبسيطه تستحق التجربه. وجا الفيديو للنهايه ديالو، نقولكم الى اللقاء.